السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاعر حب وطاقة سلام أبعثها لأرواحكم أينما كنتم في هذه الأرض عبر هذه الحلقة. فضلاً وليس أمراً، إذا كانت هذه أول مرة تشاهد في قناتي فالمرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن تشافي الطفل الداخلي، تنظيف الصدمات والجروح. كل هذه الكلمات أو التعابير هل هي حقيقة أم مجرد أكذوبة؟ في هذه الحياة ليس مطلوب منك أن تتشافى، فهذا بمثابة مماطلة ومضيعة لأيام حياتك. المطلوب منك فقط هو أن تسعى، نعم أن تسعى بعزم وإرادة لتتعلم وتستوعب معلومات جديدة حول الصدمة أو الخذلان أو الانكسار أو الفشل أو أي ظرف سيء مررت به، وهكذا فقط ستراه بطريقة جديدة أكثر وعيا، وستفهم حكمة الله منه ورسالته لك، وهكذا فقط ستصبح شخصا جديدا أكثر حكمة دون المرور بمرحلة التشافي المملة والكئيبة، والتي حقا إن آمنت بها ستعيش جريحا مخذولا مذلولا طوال عمرك، تطبطب على جراحك وتحاول لملمة شتات نفسك. فأقول لا للتشافي ونعم للتعلم، لا للتنظيف ونعم لبرمجة العقل الباطن بالتعلم. فهذا بمثابة نداء يقظة لمن يريد أن يصبح شخصا واعيا قويا يتجاوز محن حياته بالتعلم. لربما كنت قاسية بعض الشيء في كلامي هذا، لكني حقيقة أعترض على هوس التشافي وتنظيف الصدمات وتشافي الطفل الداخلي وغيرها من هذه المصطلحات التي أصبحت شائعة وتهيمن على الأغلبية، مما يضيع أوقاتهم وحياتهم ويبقون لسنوات عالقين في الضياع. فكل من يقول لك تشافى، خذها على أنه يقول لك تعلم أولاً، وكل من يقول لك نظف افهمها على أنه يقول لك تعلم أولا. وأنا أقول لكم الآن احرقوا مراحل الضياع هذه وانتقلوا فورا لتصبحوا خبراء بالتعلم. فكل ما عليكم هو تحديد ما هي المشكلة أو ما هو الأمر الذي يمنعك من التقدم في حياتك ومن الاستمتاع بها. ثم بعد تحديد الأمر ابحثوا عنه في كتب أو مقالات في النت أو في المكتبات، يعني حول هذا المشكل أو هذا الأمر، خصوصا باللغة الإنجليزية لأنها الأكثر وجودا في هذا المجال، وترجموها ثم اقرأوها، تعلموا، سجلوا المعلومات، نفذوها في الحال وطبقوها على أرض الواقع. وصدقوني فهكذا فقط ستدخلون في الوعي وتنطلقوا نحو حياة النجاح والاستمتاع بكل ما تقومون به، بدل تضييع وقتكم في جمل مثل أنا أتشافى من جروحي أو أنا أنظف صدمات طفلي الداخلي المنبوذ وغيرها من هذه المصطلحات التي تزيدكم كسلا وضياعا ولا نتيجة إيجابية ترجى منها. كان هذا نداء صادقا واعيا من قلبي لكم جميعا، فلبوا النداء وابدأوا فورا بالتعلم. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم، ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.